أنا اسمي علا شهبة، عضوة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. بدأت الاشتباكات على الساعة 6، بدأت من إحنا اتحركنا بمسيرة ناحيتهم، بعدين هم بدأوا الضرب. كان في قنابل غاز بترمي علينا وخرطوش وقنابل مونة، مسكونة يعني رامي واقع رجعت له مسكونة. بدأ الضرب 50-40 بني آدم بيضربوا في وقت واحد، ما كانواش فاهمين بنت. وبعدين لما قلعوني الخوذة والكابيشون اللي كنت قافلة بيهم على الخوذة، فهموا اني بنت. ووقتها حصل تحرش من قبل الحقيقة ما يفهموا اني بنت، حصل محاولات تحرش وكأنه لو راجل بيحاولوا يكسروه بالطريقة دي. في واحد عرفني قال انه شافني في برنامج في 18 يوم بشتم مبارك، ف قال لهم اني مش فلول، وسحبني على عربيه اسعاف. حاولوا يتفاوضوا ما نفعش، طلع مسؤول من المسؤولين عن الاحتجاز اسمه استاذ علاء، وعلاء ده فتح شنطتي وهي فاضيه وقال لي انها جواها مولوتوف، اتهمني ان فيها مولوتوف. بعد كده عرفت ان حط فيها سكينه كمان، وخدت شويه تلطيش. وصلت لمكان الاحتجاز كان فيه كردون امن مركزي وراه متجمهر عدد من الناس، واضح انهم سلفيين واخوان وبيطالبوا ان كل اللي جوه الاحتجاز يتضربوا ويتقتلوا كده. جوه الحجز كان في ضابط كان لابس بلطو بس من واضح انه رتبه يعني مهم، وكان في اعضاء من جماعه الاخوان المسلمين بيديروا للحجز، وكان في اطباء كمان من جماعه الاخوان المسلمين تقالوا عليا شعبتهم واساميهم رانكهم ايه بالظبط جوه الجماعه، يعني هما بيحاولوا يسعفوني، او يعني لما كان بيتسمح لهم يحاولوا يسعفوني. يعني اطباء اتمنعوا انهم يتعاملوا مع جروحي، وفي الحجز حاولوا يسالوني اسئله مختلفه، منها اسئله عجيبه شويه زي انت والولد اللي بيحاول يساعدك ده تعرفوا بعض من انهي سفاره، انت تبع انهي سفاره، مين اللي بيمولك، حاجات من النوع ده. متجازين على سور الاتحاديه، يعني شمالي سور الاتحاديه وقدامي عساكر الامن المركزي، وانا جوه كشك شرطه عسكريه، ورايا الشباب المحتجزين اغلبهم قلعوا هدومه ولابس ملابسه الداخليه، يعني محاوله لانهم يخلوهم يقاسوا من البرد. يعني حصلت مفاوضات واجبروا، عرفوا اسامي ناس من الموجودين، زملائي عرفوا اسامي ناس من الموجودين من الجماعه في محيط الاحتجاز واعلنوا عنها وعلى تويتر وضغطوا عليهم، فبقى لازم اخرج. بقى في مشكله انه جماعه الاخوان المسلمين بقت عندها امر ان انا اخرج، او مديه اعضائها امر اني اخرج، لكن السلفيين ما بيؤتمروش من الاخوان فرافضين ان انا اخرج بالمره. هما كنت ببقى قادره اعرف ان ده اخوان او ده سلفيين من انه الاخوان منهم كان يجي يطلع عليا شعبته، يعني اسمي فلان في شعبه كذا من اقليم كذا كذا كذا، ويقول ان هم الاخوان. يعني محدش فيهم كان بيخبي ده، وانا ممكن اقدم الاسامي دي خصوصا اسم الطبيب، يعني افضل اني ما اذيهوش، لكن انا ممكن اقدم ضده بلاغ لانه في الحقيقه كان موجود في محيط احتجازي. و